الدفاع حول جاهزية القوات العراقية لم يخلو من بعض التشكيك في قدرات تلك القوات، ويبدو أن قرب الانسحاب الأمريكي بات يشكل ضغطا على قادة الصنوف الحساسة مثل القوات الجوية التي اعترف قائدها بعدم مقدرة قواته على تلبية جميع مهام الإسناد والاستطلاع الجوي التي توكل إليه، فيما اعترفت وزارة الدفاع بأن عددا من صنوف الجيش بحاجة إلى المدربين الأجانب الذين ترتبط الموافقة على استخدامهم بالقرار السياسي. القوة الجوية العراقية غير جاهزة لتلبية متطلبات الرئاسة أركان الجيش، أي متطلبات القيادات وحماية الأجواء. هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل من الآن. نحن مستعدين لتلبية جزء من واجبات القطاعات البرية والبحرية، وهذه واجبات هي محدودة سواء كان من ناحية الاستطلاع أو إسناد مسلح بشكل محدود جدا. بعض القيادات نعم بحاجة إلى مدربين، مسألة عددهم ومسألة عدم إعطائهم حصانة أو إعطاء، هذا الموضوع لا يخص القوات المسلحة العراقية، هذا موضوع سياسي آخر. وتقول قيادة الجيش العراقي أن رئيس الوزراء يبذل جهودا لرفع موازنة القوات الجوية التي تقول قيادتها أنها تحتاج إلى وقت وجهود كبيرين حتى في حال توفر الأموال اللازمة. هناك جهود تعشت من قبل دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان لرفع الميزانية لتطوير هذين السلاحين والذي يشكل التحدي الأكبر في الفترة القادمة. بناء القوة الجوية عملية معقدة وليست عملية، ستحتاج إلى ميزانية ضخمة وتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى طاقات بشرية من نوع خاص. حتى لو توفرت الميزانية وتوفرت الطاقات البشرية بثقافة معينة، فبالتأكيد الميزانية ويعني الوقت أيضا هو عامل مهم. فأحيانا بناء وحدة قتالية من طائرات متعددة الأغراض أو طائرات حتى تدريبية تحتاج إلى سنوات من العمل. الجهاز الاستخباري هو الآخر بحاجة إلى التطوير، خاصة وأن عمره القصير بحسب وزارة الدفاع يؤثر على كفاءة ضباطه الذين دعت قيادة الجيش إلى إسنادهم بضباط باقي الصنوف. جهاز الاستخبارات يقاس كفاءته بعمره الطويل وبفعاليته. لا، نحن لدينا تحديدات كثيرة على صنف الاستخبارات من السابقين بعدم العودة نهائيا إلى المؤسسات عكس باقي الصنوف، لذلك عمر جهاز الاستخبارات العراقي لا يتجاوز 8 سنوات. الجانب الاستخباري الذي يجب أن نطوره بكل طرق الإبداع ولا نعتمد إلى ضباط الاختصاص فقط، وإن لدى القادة والآمرين المبدعين الذين يستطيعوا أن يوظفوا موارد أخرى من خلال الإعلام والعلاقات المحلية ونشاط الشؤون المدنية لتوسيع عملنا الاستخباري. وبحسب المراقبين فإن التصريحات التي تنطلق من القادة العسكريين تسبب الكثير من المخاوف، خاصة وأنها تطلق في وقت تمر به المنطقة بتغييرات كبيرة قد تجعل بلدانها معرضة للخطر في أي وقت. أحمد محمد، السومرية.